بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله مكملين المحاضرة السادسة في مراجعة الكويري مع تي اس كيو ال اس كيو ال سيرفر 2012. هنبدأ الأول بحاجات من الأجزاء اللي فاتت. هنعمل الكويري الجديد بتاعنا، هيكون اسمه ديمو 6. أول حاجة هنتكلم عليها، تعالى نعمل الفايل كمان بتاع الأوت لاين اللي احنا هنشتغل بيها، هيبقى 6. أول حاجة هتكلم عن string function، كناش اتكلمنا عليها، ممكن تحتاجها، اسمها reverse، ودي بتعكس أي حاجة. تعال الأول نشوفها كده. أولا هاجي هنا أقول له select first first name from employee، نعمل execute، جاب لي الأسماء بتاعي. طيب هزود عليها reverse للفيرست first name as reverse. تعال نعمل execute كده. هتلاحظ ان هنا الاسم جاي بالشكل العادي اللي هو الفيرست نيم، وهنا عكست ترتيب الايه الحروف. فدي كانت من الحاجات اللي كنا عايزين نقولها من ضمن ال string function. طبعا فوق string function في حاجات تانية كتيرة زي staff، زي mat. الحاجات ديت لو عملت سيرش عليها ممكن تلاقيها، يعني لو كتبت string function او built in function in TSQL هتلاقي حاجات كتيرة جدا، بس إلى حد ما بتستخدمش، لأن بيبقى معظمها استخدامها من البيزنس لاير أو من الانترفيس اللي أنت هتشتغل عليه. طيب في حاجة كمان كويسة جدا موجودة في ال TSQL أو SQL Server، ودي تعتبر من توبيك معانا، اللي هي سي تي اي او كومن تيبل اكسبريشن. والمقصود بالسي تي، تعال نطبق مثال عليها عشان تفهمها، هو ان انا اشتغل، هنقول احنا كنا عايزين نعمل سي تي اي او كومن تيبل اكسبريشن. طيب الحكايه دي بتتم ازاي؟ لو انا جيت دلوقتي وقلت لك عايز اعمل سيلكت جدول لجدول، سيلكت جدول لجدول، خلي بالك انا لسه ما دخلتش في السب كويري، تمام، ولا اني اعمل يونيون ما بين تو تيبل، تمام، او اتحاد ما بين جدولين. الفكره كلها ان انا باجي اقول لك مثلا انا عايز اعمل سيلكت للير، هستخدم function علشان اجيب السنة بتاعت مثلا الاوردر date اللي موجود في جدول الاوردر، تمام. طب اوردر date، تعال الاول كده واحدة واحدة بس عشان نفهم احنا هنعمل ايه. هقول لك select all from order، تمام. تعال نشوف الاوردرز في ايه. في عندي حاجه اسمها اوردر ايه دي، شايفينها؟ انا عايز اخد السنه. طيب يا سيدي تمام، يبقى انت عندك عايز تاخد السنه من ده. طيب انا هسميها وعايز الكاستمر اي دي. طب الكلام ده هتجيبه ازاي؟ اقول له سيلكت للير بتاعه الاوردر ديت
تمام، و as مثلا year أو order year عشان يبقى له معنى، تمام. وعايز كمان حق للكاستمر اي دي، الكلام ده كله from الجدول اللي اسمه orders. تعالى نكسكيوت الكلام ده، جاب لي السنة بس بتاعت كل طلبية، وجايب لي هنا الكاستمر اي دي او الاي دي بتاع العميل، تمام. طيب ينفع اطلب تحت، ركز كده، سيلكت من الجدول ده، انا من الجدول اللي انا عملته ده عايز اشوف الير والكاونت العداد بتاع الديستنكت بتاع الكاستمر اي دي، بمعنى عايز اعد كل واحد. يعني على سبيل المثال لو لاحظنا فانت ده ممكن نمشي معاه، او انار نشوف حد مكرر كده، هما طبعا 803 فاكيد في حد اكيد هيبقى مكرر. هنار هنا وهنار هنا، شايفين ده؟ انا عايز كل واحد يطلع لي عدد الكاستمر اي دي، يعني العميل ده عمل كام طلبية خلال السنين معايا. طيب انا الجدول ده مش موجود عندي، قال لي بس انت تقدر تعمل حاجة اسمها سي تي اي او كومن تيبل اكسبريشنز، بانك تقول لي ويز ايه، ادي انت، انا كده بكرييت حاجة اسمها سي تي بي، هقول له مثلا سي تي بي تمام اندرسكور اير، ده بتاع السنة. طيب وبعد كده ابدا اقول له از، واخد المكونات بتاعه الجدول ده جواه كده بالظبط. انا طلبت منه ايه؟ بقول له هننشئ سي تي بي اسمه كذا، وهيكون طبعا هو هنا معترض، هحط له جو علشان ما يعترضش. بقول له دلوقتي ايه، تعال ننزل سطر كده عشان ما تشوفش جو دي، بص بس الاكسبريشنز بتاعه. بقول له دلوقتي يا سيدي مع سي تي بي هنسميه هير، هنحط جواه السلكتاية دي، كأن سي تي بي بقى جدول جديد، بقى جدول جديد جواه الداتا دي. فأقدر بناء على وجود الجدول ده أطلب منه أوردر يير. هو أنا عندي حاجة اسمها أوردر يير؟ ده أوردر يير ده لو خدت بالك هو الإليس بتاع مين؟ بتاع الير اللي جاي من الاوردرز. طيب انا خدت السلكت بتاعه وكمان الكاونت، هعد بقى الكاونت بتاع ايه، بتاع الكاستمر اي دي، بس مش الكاستمر اي دي بس، ده انا هجيب له كمان ايه، الديستنكت بتاعه بتاع الكاستمر اي دي، يعني هيعد بس يعد عدم التكرار، تمام. وهيسمي لي الكاونت اللي هو هيجيبه ده، يسموه لي از مثلا كاستمر كاونت، تمام. طيب الكلام ده كله فروم ايه؟ بص بقى، فروم سي تي بي اندرسكور يير. إذا ده بقى جدول، كده أنا خليته جدول، تمام؟ طيب بما إن دخلنا فانكشن من الفانكشن بتاع الأجريجيت فانكشن، الأجريجيت فانكشن بتحتاج مني إيه؟ جروب باي، تمام؟ يبقى أنا هضطر أكتب تحت جروب باي وآخد الحاجة اللي معاها اللي هي مين؟ اوردر يير، تمام، عشان يرتب بدلالتها. طيب لو انا عملت اكسكيوت للسلكتايه ديت هيقول لي اسف انت ما عندكش اساسا اوبجكت اسمه سي تي بي يير، لكن لو خدتها من اول وز ده معناه ضمنيا اعمل لي ده في جدول وهمي، وبعد كده هتبني جملة السلكت على ان ده بقى جدول موجود.
ففعليا بيقول لي دلوقتي سنة 1996 أنا عدد الناس اللي عملت ككاستمر عندي أوردرات كانوا 67، سنة 1997 كان عندي 86، 1998 كان عندي 81. يبقى أنا كده عملت حاجة اسمها CTE، إن أنا عملت جدول بناء على جملة سيلكت، واستخدمت السيلكت هي ديت على إنه جدول موجود عندي بالفعل. ده هيدخلنا للنقطة الجديدة اللي هي فكرة السيلكت انتو ده. طب أنا لو عايز الداتا ديت تتحط في جدول بالفعل معايا، يبقى إحنا هنخش دلوقتي في حاجة تانية تلاتة، هنتكلم على السيلكت انتو. ايه فكرة سيلكت انتو؟ ان بنشئ جدول بناء على جدول اخر، تمام؟ طيب علشان نعمل الحكاية ديت تعال نكريت جدول كده، هيبقى فيه حقل الاي دي، او مش شرط نكريت جدول، انا هقول لك على فكرة كويسة، احنا عندنا حقل هنا اسمه الامبلوي، تعالى نسلكت حقل الامبلوي، نبدأ مع بعض نقطة جديدة، وأنا هتكلم دلوقتي عن سلكت انتو. لو أنا جيت دلوقتي وقلت لك سلكت اول فروم امبلوي، كده أنت بتجيب لي إيه؟ بتجيب لي كل الحقول اللي جوه جدول الامبلوي بالكامل، الفيرست نيم واللاست نيم والتايتل وكل الكلام ده. طيب انا عايز ابني جدول تاني واخد الداتا ديت بس بحقول معينه معايا، طيب الحكايه دي هتتم ازاي معايا؟ طيب هعمل الاول الشرط ده بناء على ايه؟ ان انا هاجي اقول له سيلكت، لو انا عايز اعمل جدول من امبلوي بنفس امكانياته اقول له سيلكت اول بدل انتو، بدل اسف فروم، هقول انتو سيلكت اول انتو، تمام؟ انتو ايه؟ امب ده ما الجدول الجديد. طب هتجيب الحقول منين؟ فروم امبلوي. يبقى بدل ما بقول له سيلكت بس فبيجيبه لي بشكل فيتشوال او وهمي، لا ده انا بقول له سيلكت اول انتو، يعني هتجيب لي الكل داخل ام منين؟ من امبلوي. تعالى كده نكسكيوت، بس قبل ما اكسكيوت عايز احط بس الاوبجكت قدامك كده، ما عنديش هنا جدول اسمه ام. طيب اكسكيوت بقى، قال لي دان وجاب لي 14، روح حصل لهم ايه؟ افكتد. طيب لو انا جيت دلوقتي وعملت ريفريش للتيبل، بقى عندي هنا جدول امبلوي، والدليل على كده ان انا ممكن انزل تحت كده واقول له سيلكت اول فروم امب، بقى عندي امب ده الاستراكشر بتاعه او الهيكله بتاعه اتبنت بناء على مين؟ على جدول الامبلوي. طيب هو انا لازما اشتغل على الحاجات دي بكله؟ يعني لازما اخد كل الناس اللي عندي؟ لا، انا بقول لك انا عايز الناس اللي فوق الخمسه، فممكن اجي اقول لك سيلكت اول انتو ام 1. طبعا لازم انا اغير ليه؟ علشان هو بالفعل في حاجه جدول اسمه ام، فام 1 ده عشان اغيره فروم امبلوي وير ان الاي دي الام اي دي يكون اكبر من 5، تمام؟ ده الشرط بتاعي. نبدأ نكسكيوت الكلام ده، قال لي done وفي 9 بدل 14، نرفرش المرة دي، نعمل select all from emp 1، وفي الحالة دي هيطلع لي بس اللي ال ID فوق الخمسة، يعني الستة والسبعة لحد كام؟ 19، تمام؟ طيب وانا لازم اخد كل الداتا؟ قال لي لا، ما انت تقدر تقول لي select الفيرست نيم كوم لاست نيم كوم الهاير ديت
تمام كده انا اخدت الهارد ديت تمام كومة الادرس تمام. طيب الكلام ده كله منين؟ فروم، لا فروم كده يبقى انا بعمل سيلكت، لا اقول له انتو، انتو يعني داخل ام 2 عشان يبقى واحد جديد. طيب الكلام ده منين؟ فروم، فروم ايه؟ امبلوي ده الريسورسز بتاع او المصدر. طيب وير، وير ان الاي دي الام اي دي يكون ماله اقل اكبر من الخمسة and اقل من التسعة تمام. عندي ايه؟ عندي تاني الـ employee ID اقل من التسعة. طيب تعالى نسكيو كده، قال لي في ثلاثة تمام. ننزل تحت، طب select all from الـ M2 ونسلكت بقى الـ M2 ونشوف اه فعلا جالي الناس ديت وبالترتيب اللي انا قلت عليه، جاب لي الفيرست نيم واللاست نيم والهارد ديت والادرس. بقى كده عندي امكانيه ان انا اخد من جدول اجزاء معينه احطها باسم جدول تاني، ولو عملنا ريفرش على الاوبجكت هلاقي فعلا ان انا بقى عندي البي ايه سي. طيب عشان نبقى خدنا الجزئيه دي صح اللي هي سيلكت انتو، هاجي هنا هيبقى عندي توبيك زياده وهو سيلكت انتو ويز، ويز الايه؟ ويز الجوين. ينفع ان انا اعمل جوين واحطه في جدول وده هيبقى افادته اكتر ليه؟ لان انا هجيب الريسورسز بتاعي من كذا جدول مش من جدول واحد. ازاي؟ انا عايز اجيب الحاجات بتاعي من جدول الاوردر وجدول الامبلوي مثلا. على سبيل المثال لو انا قلت دلوقتي select all from order، ده معناه انه هيجيب لي كل جدول الاوردرز هلاحظ ان فيهم امبلوي اي دي. يعني معنى كده لو انا كنت عامل سيلكت الامبلوي هيظهر عندي اسم الامبلوي تمام. طيب انا عايز اسمه كفيرست نيم واجيبه ما بين الجدولين. طيب الحكايه دي هتتم ازاي؟ تعالى بالراحه كده واحده واحده. انا عايز اسيلكت الاوردر اي دي، فاجي اقول له سيلكت اوردر. طبعا انا ممكن اعمل ايه؟ اي جمله جوين بعملها ازاي؟ باجي اقول له سيلكت اول فروم تمام، اخد فروم دي تحت عشان تبقى واضحه. انا هتعامل مع جدول الاوردر جوين انر جوين جدول الامبلوي واطلع من هنا بالنيمنج بتاعي اي واو، يبقى جدول الامبلوي وجدول واحط الاون الشرط بتاعي عشان ما انساهوش او دوت امبلوي اي دي ايكوال اي دوت امبلوي اي دي. وكده يبقى انا خلصت، اشيل استريك وابدا اكتب انا محتاج ايه. انا عايز من الاو دوت الاوردر اي دي وعايز من الاو الامبلوي دوت الامبلوي اي دي وعايز من الاي الامبلوي نفسها بقى عايز منها الفيرست نيم تمام. كده يبقى انا جبت الفيرست نيم كمان. كل الكلام ده لو انا هعمل وقلت له فروم وخلصنا، يعني انا قلت له فروم وعملت اكسكيوتنج كده الانر ده هيتم او تم الانر بتاعي اهو تمام بس وهم. طيب انا كل اللي هعمله هعمل ايه؟ بص بص هاجي عند كلمة فروم واروح قايل انتو تمام، ولازم لما اقول انتو ادي اسم انتو ام 3. يعني هتعمل سيلكت للكلام ده داخل الـ M3 from دول، يبقى أنا زودت بس إن الكلام ده كله هيتحط جوه مين؟
جوه الـ M3 اللي هي الجدول الجديد، بس هيجي من الجدولين دول في حالة الانر بالشرط ده. طبعا انا لو عملت اكسكيوت دلوقتي قال لي دان على 830، دول عدد الروز اللي موجودين. تعال نعمل ريفرش، بقى عندي فعلا اهو. لو جيت هنا وعملت سيلكت اول فروم امب 3 ونعمل اكسكيوتنج للسلكتايه ديت، هيطلع عندي نفس الشكل اللي كان عندي الاوردر اي دي والامبليو والفيرست نيم. ممكن ازود انا هنا شرط، يعني اخد نفس الجمله دي كده، ننزل تحت شوفنا الجمله اتكونت ازاي، هغير بس عشان نفس الاوبجكت ما ياخدش نفس الاسم، وهنزل تحت واقول له وير مثلا ان الامبلوي، طبعا هنا هنقول امب اي دوت الامبلوي اي دي ايكوال 1، لما يكون الامبلوي اي دي بيساوي 1. تعالى نكسكيوت الكلام ده دان، بس المره دي على كام؟ 123 بدل ما كان 800 وكام؟ 830 تقريبا. هنيجي نعمل سيلكت على الاوبجكت الجديد، سيلكت اول فروم امب 4 واعمل سيلكت السلكتاية بتاعي واكسكيوت، طلع عندي بس الموظف اللي هو رقم 1، دي مجموعة الفواتير واسمه اللي هو نانسي، مجموعة الفواتير بتاعه. ولو عملنا ريفرش للتيبل وجدت عندي مين؟ امب 4. يبقى احنا كده قدرنا نعمل كمان ايه يا جماعة؟ الكويري بتاعي. طيب ينفع ان انا اعمل جوين او اربط اكتر من جدول؟ احنا دايما بنربط جدولين. طيب في امكانيه ان انا اعمل جوين لمور تو تيبل جوين؟ طبعا جوين مور تو تيبل، عايز ادمج اكتر من جدول. تعالى الاول نتكلم عن موضوع الجداول. لو انا جيت هنا للجداول اللي عندي جدول الاوردرز والكاستمر والاوردر ديتيلز. ليه اخترت ده؟ تعالى اقول لك سيلكت اول فروم الاوردر. لو انا عملت اكسكيوتنج ده، في عندي هنا الكاستمر اي دي وعندي مين؟ الامبلوي اي دي. معنى كده ان الاثنين دول رابطين جدول الامبلوي وجدول الكاستمر بجدول الاوردرز، فانا عندي كده في ثلاث جداول فاهمين بعض. تمام. طيب اللي انا محتاجه اعمل ايه؟ تعالى واحده واحده كده، هعمل جوين على ثلاث حاجات، فهقول له سيلكت عشان ما تتلخبطش، قول انزل تحت فروم انت عايز كام جدول. تعالى نتكلم كده بالراحه، انا محتاج كام جدول عندي؟ فبقول له جدول الاوردر، ده الماستر او الاساس بتاعي الاوردرز. تمام. هنانر جوين هضمه مع جدول الكاستمر مثلا، نبدأ بالكاستمر. تمام. هرجع بالراحه كده بعد الاو، بعد اسف الاوردر هديله او، وبعد الكاستمرز هديله اس، يبقى انا كده عملت له الياس في الاثنين. تمام. طيب انزل تحت، المفروض انه مستني مني الايه؟ الاون، صح؟ تمام. فابدا اقول له اون لما الاوردر، طبعا على طول ممكن اقول له او دوت الكاستمر اي دي ايكوال سي دوت الكاستمر، احنا خليناها اس، لا خليها سي. تمام. سي دوت الكاستمر اي دي. يبقى انا كده ربطت الجدولين الاولانيين اللي هما الاوردرز بالايه؟ بالكاستمر، صح؟ طيب وبعدين انزل تحت واقول له انر جوين. هن انر جوين لايه؟ تمام. لايه؟ للامبلوي لو رفعنا الجملة دي فوق هنا عشان تبقى أوضح، قلت له inner join. ها inner join لمين؟ للإمبلوي. طيب أدي الإمبلوي،
هنديله الرمز ايه. تمام، ننزل تحت اون، لما ايه، لما ايه دوت الاوردر او بقى، لما او دوت الاوردر الامبلوي اي دي ايكوال اي دوت امبلوي اي دي. تمام كده، يبقى انا كده ربطت الاثنين ببعض. طيب انت محتاج تجيب ايه من كل واحد من دول؟ ده انا محتاج الاو دوت الاوردر اي دي، وعايز السي كاستمر اي دي، وعايز كمان منه يا سي دوت سي، ده اللي هو جدول الكاستمر، عايز الكونتاكت نيم والكومباني نيم، سي دوت الكومباني نيم. تمام، ومن الامبلوي ننزل تحت كده كوما، حط بس كوما فوق عشان ما ننساهاش تحت، اي دوت، عايز من الامبلوي ايه، الامبلوي اي دي، وهات لي كمان اسمه، اسمه الاولاني يبقى اي دوت الفيرست نيم. تمام، وهات لي كمان اللاست نيم يبقى اي دوت لاست نيم. تمام، وفي الاخر هات لي بقى من الاوردر عشان نبقى قفلنا بيه، وكمان من الاوردر هات لي منه الاوردر دي، تاريخ بقى الفاتوره دي معايا. كل الكلام ده اتعمل في انر جوين لاكتر من جدول. طيب تعالى الاكسكيوت بقى كده. جاب لي الاوردر اي دي، جاب لي مين، الكاستمر اي دي، جاب لي الكونتاكت نيم بتاع الكاستمر ده، جاب لي الكومباني بتاعه، جاب لي كمان الاي دي بتاع الامبلوي، وادي اسمه، وادي التاريخ اللي اتعملت فيه. طبعا كل الكلام ده ممكن انا اروح جاي مختزله او حاطط عليه حاجه كمان زياده، اقول له وير ان مثلا الاو دوت الاوردر اي دي تمام ايكوال مثلا 10 2 5 7، دي اخر واحده ظاهره عندي، معرفش هتطلع ايه. قلت له اكسكيوت جاب لي الفاتوره دي، ممكن اقول له مثلا 5 5 5، اقول له اكسكيوت عنده الفاتوره دي، اقول له مثلا 50 يطلع لي الفاتوره 50، وهكذا. تمام، يبقى الشرط ده علشان بدل ما يطلع الداتا كلها هيطلع لي حاجه معينه. طب ينفع اخد الداتا دي كلها احطها في جدول، يعني تبقى داتا في جدول؟ تعالى نوقف دي كده، وهقول له بس ان هو سيلكت كل ده انتو ام 5، يبقى ام 5 ده هيحصل فيه ايه، هيتنفذ فيه كل السلكتايه ديت بالانارين دول ويتعمل بيهم جدول. قال لي تم ب 380، 330. لو جيت هنا وعملت ريفرش في عندي ام 5، لو عملت سيلكت عليه اهو سيلكت اول فروم ام 5 وعملت سيلكت واكسكيوت، في الداتا بتاعتي كلها موجودة زي ما كان في الانر، وبقى جدول شايل الانر ديت وشغال. تمام، في اي مشكلة في الكلام ده؟ تعالوا ناخد فكرة تانية. خلاص كده احنا فهمنا كمان لو عملنا السيلكت انتو مع اكتر جوين الاول مع اكتر من جدول ودخلت معاهم السيلكت انتو. طب ما تيجي بقى واحنا في المبدأ ده تعالى نتكلم شوية عن السب كويري. فكرة السب كويري ان انا بعمل كويري على نفس الجدول، يعني الداتا بتاعتي بتيجي من جدول واحد. ايه الفرق ما بين السب كويري والجوين؟ وده سؤال مهم جدا. الجوين انا بجمع ما بين جدولين، لكن السب كويري الناتج بتاعي جدول واحد بس بناء على شرط في جدول تاني. طيب واحده واحده عشان نفهم، احنا نتكلم عن السب كويري او الكويري الفرعي، جمل الكويري الفرعي. طيب هتتم ازاي جمل الكويري الفرعي؟ تعالى نعمل حاجة بسيطة خالص. أنا لو جيت دلوقتي وقلت لك select all from الأوردر، أنا كده بجيب كل الفواتير اللي عندي، صح؟ تمام.
طيب انا عايز اجيب اخر فاتوره، اخر فاتوره اتعملت. طب ما هو انت ممكن تقول لي رتبهم لي اوردر باي الاوردر اي دي، مش اخر فاتوره هتبقى واخده اخر اي دي، اخر حاجه اتسجلت. تمام، بس انا لو عملت اكسكيوتنج للكلام ده هيجيب لي الفواتير مترتبه ترتيب من الاقدم للاحدث، يعني اخر واحده هي الاحدث. لا انا عايزها بقى ايه، ديسنكد، بحيث ان ايه ما تبقاش اسندنج، انا عايزها ديسندنج، فتيجي الداتا بتاعتي اخر فاتوره فوق. طيب انا عايز اخر فاتوره بس هي اللي تطلع، هو ما ينفعش ان انا اجي هنا واقول توب 1. توب 1 يعني اعلى حاجه، كده دايما هيجيب لي الفاتوره الاخيره خالص، يبقى اخر فاتوره هي اللي هتظهر عندي في السلكتايه دي. تمام، طيب انا عايز بقى اجيب من جدول تاني بناء على الاختيار ده. ازاي يعني؟ هو ما ينفعش ان انا اخلي الجمله دي بدل ما بتجيب توب تجيب حاجه تانية؟ هو مش فيه هنا حاجه اسمها الكاستمر اي دي؟ مش شايل هنا الكاستمر اي دي؟ يعني انا عايز اعرف في كويري دلوقتي هي الفاتوره الاخيره باسم عميل ايه. طبعا هتقول لي ما هو قدامك هو الكاستمر اي دي. لا، ده الاي دي بتاع العميل، انا عايز اسمه. معنى كده ان انا مش هشتغل اصلا في جدول الاوردرز، بس الدلاله بتاعت اخر فاتوره موجوده في جدول الاوردرز، بس انا شغلي هيكون في جدول مين؟ الكاستمر. تمام، طب تعالى كده واحده واحده، سيب الجمله دي زي ما هي كده، وهاجي اقول له سيلكت ليه اول فروم الكاستمر. تمام كده، ده جدول الكاستمر كله بقى قدامي. انا عندي الكاستمر اي دي بيدل على اسم الراجل اللي هو اسم الشركه والكونتاكت والكلام ده كله. طيب انت محتاج ايه؟ انا عايز يا جماعه تجيبوا لي الكونتاكت، كونتاكت نيم، وعايز اجيب كمان الكومباني نيم. تمام، فروم الايه الكاستمر. طيب الكلام ده كله هيجي، عايز احط بقى شرط اقول له لما تكون الاي دي بتاعه كذا. تمام، هو ما ينفعش ان انا اجي اقول له هنا وير الكاستمر الكاستمر اي دي بيساوي مثلا 11077، مش ده كان اخر حاجه طلعناه؟ اعمل سيلكت كده. اه ده انفر كور. طيب اهو عشان تبقى واضحه، ما ينفعش اعمل كده ما تطلعش داتا. طيب معلش نسلكت تاني لأن مش فاكر الرقم قوي. 11077، أيوه هو. أنا مش عارف المشكلة هنا، إن أنا بدور على الكاستمر وهو مش راضي يجيبه. تمام، طيب انا هنا جاب الكاست. اه انا بدور بالاوردر اي دي، اسف، هو المفروض ار اي تي تي سي. تمام، ار اي تي تي سي كده هيجيب لي الكاستمر ده اهو. تمام، بولر ويلستون. تمام، المفروض ان الاخ ده هو العميل بتاعنا. طب انا كل مره هقعد ادور على اسم واجيبه والكلام ده كله، طب مين اللي شايل الكلمه دي؟ مين اللي شايل الاي دي ده؟ مش السلكتايه دي؟ هتقول لي اه بس دي شايله بايه؟ بقول طب واحده واحده كده، ما تيجي نشيل احنا الكلام ده كله ونحط القيمه دي.
يعني هاخد ده كوبي واروح جاي فاتح قوس وحاطط الكلام ده وقافله. كده معناه ايه؟ انه بينفذ السلكتايه ده اهي، عشان كده اسمها سب كويري، يعني في كويري فرع بيتم عشان ننفذ الكويري ده. الكويري ده بيتم على جدول الاوردر، بس اللي هيرجع لي جدول الكاستمر. تمام، نبدا نكسكيوت الكلام ده. تمام، لازم أن يطلع لي ايرور. ليه؟ انا ما ينفعش اعمل سب كويري وانا عامل فيه ايه؟ ترتيب. ما ينفعش ان انا اعمل سب كويري، اسف، وانا جايب قول. قول هنا معناها ايه؟ هات لي كل الحقول، لكن المفروض ان انا اعمل ايه؟ هجيب بس الكاستمر اي دي. يبقى هشيل كلمة قول، يعني الايرور اللي طالع ده ان انا بستخدم قول. قول ده يعني هجيب كل الحقول، وانا المفروض بختبر مين؟ ينفع ان انت تقول لي وير الكاستمر اي دي بيساوي الكاستمر اي دي والكونتاكت نيم والكومباني نيم؟ لا، لازم تكون اللي جوه هو نفس اللي راجع بره. فيبقى الكاستمر اي دي كده صح. يبقى انا لو قلت له هات لي الكاستمر اي دي لما تكون اعلى فاتوره، بس بالترتيب العكسي، يعني احدث فاتوره، هيجيب لي الاي دي بتاعها، والاي دي بتاعها هدور بيه جوه، ها، جوه الكاستمر على اسم العميل ده واسم شركته. طب نإكسكيوت كده، طلع لي فعلا اسمه اهو زي ما كنا بنعمل في السيلكت اللي فات. تمام، فيها اي مشكله الكلام ده؟ طيب لو حبيت بقى اجيب بيانات الناس كلها، يعني انا مش عايز توب ده، انا عايز اجيب كل العملاء اللي عندي، يعني هات لي الكاستمر اي دي فروم كذا، كل الكلام ده. تمام، من غير ما ترتب حتى، يعني الكلام ده كله على طول إيه. تمام، زي ما بنجيب كده، بنجيب البيانات من جدول واحد. هنا بعكس الجوين كنت بجيبه من اكتر من جدول، انا هشيل توب علشان ايه؟ اجيب كل البيانات. لما هعمل اكسكيوت المتوقع انه يديني ايرور. ليه؟ اصل ما ينفعش ان انا بديله رينج الايديهات بتاع الكاستمر واقول له فيها يساوي، يساوي ده عايز قيمه واحده زي ما كنا شغالين مع توب 1. امال ايه اللي ممكن ينفع هنا؟ اقول له ان، فلو ضمن السكوب ده زي ما تقول له 1 و2 و3 و4 و5 و6، هات لي الحاجات دي. في الحاله ديت هيجيب لي الجدول كله. تمام، طبعا ما ينفعش اعمل ان وانا عامل اوردر باي، هشيل الاخ بتاع اوردر باي ده. تمام، عشان اقدر اجيب الايه، الجدول كله. وحتى بيقول لي اوردر باي هتبقى احسن الفكره بتاعها كساب كويري، ما تنفعش معايا، لكن ممكن تستخدم مع توب، مع اوفسيت، حتى مع فور اكس ام ال، كل الحاجات دي تبقى صح. فانا شلتها وقلت له اكسكيوت. كده جاب لي كل العملاء بتوعي كأسماء بناء على الأيديهات اللي موجودة في الأوردرات، يعني دول الناس اللي عملت عندي أوردرات 89 واحد، دول الكونتاكت بتوعي، دول المتصلين بتوعي. في حين إن أنت لو خدت بالك الأوردرات بتاعي كانت حوالي 8030، 830 آسف. تمام، يبقى إحنا عرفنا دلوقتي إزاي جبت الكلام ده. طبعا أقدر أحط هنا شرط جوه السب كويري وأقول له وير ان مثلا الاوردر اي دي بيساوي كذا. تمام، يعني اهو وير ان الاوردر اي دي ايكوال، فاكر انت كان في 10 248 تهيألي، يعني على حسب ما افتكر. نيكسكيوت بقى المره دي. قال لي ده المسؤول عن الفاتوره دي، يعني الفاتوره دي طلعت بسبب الرقم ده. حط مثلا قيمة تانية وليكن مثلا 5، نحط هنا 58، أو هنا 500. تمام، والإكسكيوت نشوف الاسم. تمام، جاب اسم تاني خالص. يبقى أنا فعلا بدأت أعمل استعلام في جدول بناء على استعلام بيتم في جدول تاني، بس ناتج الاستعلام بتاعي كام جدول؟ جدول واحد بس، جدول الكاستمر. بعكس الجوين أنا أقدر أجيب الجدولين مع بعض. ده أهم فرق ما بين السب كويري والكويري. طيب، في عندي بعض الكلمات بتستخدم في عمليات السب كويري، من أشهرها الكيوردز اول والكيوردز اني. تعال ناخد الكيوردز اول، وفي كيوردز تانية اسمها
اني. بس عشان نعمل المثالين دول سريعا كده، تعالى معايا هكرييت، ماشي، هنكرييت تيبل. ممكن ما تبقاش فاهم امر الكرييت دلوقتي، بس هنتكلم عليه كمان شوية. هنسميه تيبل 1. تيبل 1 ده مكون من اي دي ونوعه انت، تمام، ني اكسكيوت، ده هيبقى جوه النورث وين. هو بيقول اصلا انه موجود، يعني حاجه اسمها تيبل 1 هنا، في تيبل 1 وتيبل 2 نشيلهم. طيب ني اكسكيوت للاخ ده تاني. طيب هعمل له انسيرت للقيم انتو تيبل 1، هحط فيه مثلا 1 كوما 2 كوما 3 كوما 4 كوما 5 7 ديت كده values، تمام. نيكسكيوت للكلام ده، قال لي 5 روز حصل لهم ايه؟ affected، يعني بقى عندي 5. طيب هاخد نفس الكلام ده كوبي كده، انا بعمل جدولين، الجدول التاني هيبقى اسمه table 2 وفي القيم 3 1 و 3 و 5، تمام. نيكسكيوت، قال لي done وحط فيه الثلاثة. لو جيت عملت select all from table 1 وتحته select all from table 2 وعملت select الاتنين كده و execute، طلع لي واحد فيه 1 2 3 4 5 وواحد فيه 1 3 و5. ونركز بقى، احنا عملنا الكلام ده كله لود ليه؟ علشان هنبدأ نعمل سيلكت على الاثنين بشكل معين، وهو بسأله دلوقتي وبقول له سيلكت الجدول الاي دي، تمام، فروم التيبل اللي اسمه تيبل 1، تمام، وير، لما، خلي بالك انا فاتح الجدولين عشان تبص عليهم، الاي دي ان يكون واحد من الاي دي هات اللي موجوده، سيلكت اي دي فروم تيبل 2. ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقول له هتجيب تيبل 2، هتعمل لي سيلكت التيبل 2، والتيبل 2 فيه ايه؟ 1 و3 و5. بقول له هات لي بقى من تيبل 1 اللي هتجيبه من تيبل 2. طب هو جاب 1 و3 و5، يبقى هيجيب لي من تيبل 1 ايه؟ 1 و3 و5، لانه ان يعني ضمن السكوب ده، كاني بالظبط حطيت 1 و2 و3 و5، تمام. بس دي ميزه في ايه؟ ان مهما زودت انا هنا وزودت هنا، السلكتايه دي بتجيب لي اللي موجود في الجدول الثاني، وبعدين بناء عليه تعمل السلكتايه بتاع الجدول الاولاني. شوف بقى السلكت كده هيكون شكله ايه؟ ها، جاب لي 1 و3 وكام؟ و5. يعني ان في الحاله بتاعت الجدولين دول بتجيب المشترك، تمام؟ طيب لو انا شلت ان وخليتها ايكوال ينفع؟ دي الحته اللي انا قلتها من شويه، لا ما ينفعش، لان المفروض ايكوال بتديني قيمه واحده، لكن ان بتديني رينج من القيم، بتديني ايه؟ رينج قيم. طيب في عندي حاجه تانية، ان انا اجي اقول ان اول. ان اول دي معناها ايه؟ معناها هات لي الرينج بتاع كل دول، يعني دول يبقوا متطابقين مع دول. يا ترى تيبل 1 متطابق مع تيبل 2؟ لا طبعا، يبقى اقول عايز الايه؟ التطابق. طب اني بقى، جملتين بتوعنا او الكي ووردز بتاعنا، اني بقى هتعمل ايه؟ بالظبط كاني قايل ان، يعني اني كاني قايل ايه؟ ان اول معناه انه لازم يكون دول موجودين ودول موجودين. طب لو انت عايز تشوفها صح، تعال نخليها اول بس هعكس، انا عايز الجدول الثاني بدلالة الجدول الاولاني.
طلع لي حاجة؟ لا. ليه؟ لأن برضو دول واحد اتنين واحد تلاتة خمسة، لكن دول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. قول مش هتجيب لك إلا لما يبقى كل اللي هنا متطابق مع هنا، يعني واحد اتنين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ويبقى تحت واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. طيب علشان أعمل خفة شوية في حالة إني وقول أعمل إيه؟ قال ممكن تزود مع إيكوال إني، ممكن تقول لي أكبر من مثلا، أكبر من أو يساوي أي، ونرجع دول واحد ونرجع ده اتنين. بص كده الناتج هيكون إيه؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. إزاي؟ ما هو قال له هنا واحد واتنين وتلاتة، واخد بالك؟ وهو عايز أكبر من أي قيمة. هي أكبر من أو بتساوي واحد، مش واحد واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة. طب أكبر من أو بيساوي تلاتة، هي مش تلاتة وأربعة وخمسة. طب أكبر من أو بيساوي خمسة، هي مش خمسة. تمام، يبقى عملية أكبر من أو بيساوي معناها هات لي كل الرينج اتحاد الاتنين. تمام، أما لو جيت هنا وقلت له أكبر من أو بيساوي قول، هجيب آخر عملية أو آخر حد ممكن تنطبق عليه العملية دي، وهي رقم كام؟ خمسة. معناه مين اللي موجود هنا وموجود هنا وينفع يكون أكبر من أو يساوي؟ فقال لي أنت عندك هنا خمسة وعندك هنا خمسة، يعني حد واحد. طب والتلاتة؟ لا ما تجيش معايا، لأنها لازم تكون موجودة هنا وموجودة هنا. تقول لي بس ده موجود هنا، بس أكبر من أو بتساوي فيه قبلها. أنا هنا بجيب آخر حد، زي ما فكرة إن أنا أجيب آخر فاتورة عندي، يبقى قول دي دايما هتجيب لي آخر فاتورة مكتوبة عندي في الفواتير بالنسبة للموظفين. واضح كده؟ طيب لو أنا شلت علامة أكبر منه وقلت لك نوت إيكوال، يعني بنفي التطابق، صح؟ في الحالة دي إيه اللي حصل؟ جاب عكس التطابق. هو نفي التطابق إن أنا بقول لك هات لي من واحد وتلاتة وخمسة، من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، فأنت المفروض تجيب لي التطابق إيكوال إني جابت لي واحد وثلاثة وخمسة عشان ده اللي موجود في الجدولين، لكن نوت إيكوال أول معناه اللي مش موجود هنا واللي مش موجود هنا، أو اللي مش موجود هنا وموجود هنا. تمام، فجاب لي اللي في جدول واحد اللي هو اثنين وإيه؟ وأربعة. يتبقى لنا بس حالة أخيرة، وهي حالة الاكزيستد او الموجود، وديت هقولها لوحدها كده عشان هي حاله معكوسه شويه. اي دي فروم التيبل تو وير، وير ايه؟ ما بقولش بقى ايكوال والكلام على طول، اكزيستس اكزيستد ليه مين؟ للسيلكت اي دي فروم تيبل 1. وهنا انا بقول ايه اللي موجود في تيبل 1 عايزه في تيبل 2، جاب لي 1 و3 وكام و5. هتقول لي طيب ما تخليها زي القاعده الاولانيه اللي هو 2 1، وانا بسيرش من خلال كام؟ 2. في الحاله دي هيجيب لي الكل. هيجيب لك الكل ليه؟ لان المفروض 1 و2 1 و3 و5 موجودين في التيبل رقم 2، وهو بيسالك يكون موجود على التيبل رقم 1، يعني هيجيب واحد بتطابق اتنين، فبيجيب واحد لقى اتنين جاب واحد تلاتة لقاه موجود، جاب أربعة، أربعة مش موجود أحطها برضه، جاب خمسة لقاها متطابقة أحطها. لكن لما بعكس معناه هات لي من اتنين اللي موجود، يعني بص اللي ناحية الشمال هو اللي يجي اللي موجود فيه، فناحية الشمال في واحد وتلاتة وخمسة، فهما اللي جم بس. فهمت كده؟ فاكزيستد إلى حد ما بنعكس فيها طريقة التعامل مع إني وقول. تمام؟ وكده يبقى خلصنا إني وقول واكزيستد، هكتبهم برضو إني وقول، وعندنا برضو اكزيستد. تمام. طيب يتبقى لنا كمان حاجة في الاتحاد بتاع الجداول، وهو اليونيون. ازاي اعمل يونيون او اتحاد لجدول؟ وهنا مش بعمل اتحاد ما بين جدول وجدول، انا بعمل اتحاد ما بين حقل
في جدول وحقل تاني في جدول بتطابق البيانات طبعا. يونيون وحالاتها هنشوفها دلوقتي. طيب اول حاجة هاجي اقول لك انا عايز اعمل سيلكت للفيرست نيم بتوع الامبلوي، فهاجي هنا اقول لك سيلكت الفيرست نيم فروم امبلوي، مفيش مشكلة. اكسكيوت، قال لي دول الاسامي بتاعي 14 اسم، 14 اسم موظف. طيب سيلكت لي الكونتاكت نيم اللي موجود في جدول الكاستمر. تمام، هنعمل سيلكت. تمام، موجود عندي 91 اسم. طيب عايز اعمل اتحاد ما بين الاثنين دول، خلي بالك 91 و14. طيب هروح كاتب ما بينهم، ما بين الجملتين دول يونيون، واعمل اكسكيوت. لا طلع الناتج عندي 103، لو لاحظت مجموع الاثنين مع بعض. ممكن ما يكونش الاختيار هنا منطقي قوي. طيب انا مش عندي للامبلوي في سيتي، في المدينة بتاع الموظفين، صح؟ المدن بتاع الموظفين 14، والمدن بتوع الكاستمر بتوعنا 91. 14 و91، ايه ده؟ هو ليه ما زادش، ده قل؟ لا هو هنا جمع، بس جمع زي كأنك بالظبط عامل هنا اهو حاجة اسمها distinct، يعني المدينة اللي موجودة عند الموظفين ومتكررة بيجيبها مرة واحدة، والمدينة اللي موجودة عند الكاستمر ومتكررة بيجيبها مرة واحدة، وده جمع الحقول ما بين جدولين. تمام، والدليل على كده لو انا عملت سيلكت الامبلوي بس، عندي لندن لندن لندن، ثلاثة لندن، لما عملت اليونيون بتاعي ما بين الاثنين نشوف كده حرف ال ال لانه رتبهم برضو، ها لندن هنا موجودة كم مرة؟ موجودة مرة واحدة. تمام، طيب الحكاية دي ممكن اتلاعب فيها. تمام، ممكن اتلاعب فيها. تعالى ناخد كوبي من الاثنين دول ونشوف بقى الحالة لو انا شلت او زودت كلمة all بعد كلمة يونيون. السيلكت هنا كان بيجيب لي كام؟ 72. لما زودت كلمة all، تعالى اكسكيوت كده، قال لي 105. هنا بقى جمع فعلا، والدليل قدامك اهو، مدينة لندن ذكرت كم مرة؟ 3 مرات. يعني بيجيب المدن بنفس تكرارها في الجدول الأول والمدن بنفس تكرارها في الجدول الثاني. طيب في عندي حالة ثالثة، يبقى أنا عندي يونيون وعندي يونيون أول. تمام، وفي عندي اكسبت اكسبت. هنا معناها ايه؟ تعال نكبير ده كده، وشلت الكلمة دي وكتبت اكسبت واكسكيوت. ملاحظ العدد ماله؟ 3. 3 ده المقصود بيه اللي موجودين في امبلوي ومش موجودين في الكاستمر، يعني عملت استبعاد، يعني خدت دول اللي مش موجود عندي في مين؟ من الكاستمر. تمام، طبعا في عندي كلمة أخيرة عشان نبقى خدناها هي كمان. تمام، انتر سكت. انتر سكت. انتر سكت هنا معناها ان انا هجيب ايه؟ بص كده، هو جاب اللي موجود في الكاستمر مش موجود في مين؟ في الامبلوي. لا، ما لندن موجودة في الامبلوي اهي معايا. تمام، وهي ولندن موجودة في مين؟ في الكاستمر، صح؟ طيب معنى كده انه جاب التقاطع بتاع الاتنين بس معايا، يعني اللي موجود هنا وموجود هنا، مدينة سياتل موجودة ما بين الاتنين. تمام، ولندن موجودة ما بين الاتنين.
يبقى انا اقدر اجيب الكل بدون تكرار، الكل بتكرار، اشيل حاجة بدلالة حاجة، اجيب التقاطع ما بين الاثنين. تمام، فاضل بس ان احنا نكتب الانترسيت. تمام كده، يبقى احنا كمان خلصنا الجزء بتاع الكيوردز اون، وكده ابقى خلصت معاكم السيشن ده. تمام، وهنبدا على طول بقى شغل الكرييتيف. يبقى احنا كده خلصنا سيشن الايه، الكويري. تمام، نبدا بقى نفكر في هنعمل ايه في الكرييتيف. اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.